على وقع أزيز الصواريخ والطائرات والقنابل التي تحول المشهد فوق لبنان بسببها إلى اختراق أرواح لا اختراق الصوت فقط. على الوقع وخطورة الحدث يضج السؤال مدويا، هل حانت ساعة الصفر؟ ذلك السؤال الذي يقرع كجرس إنذار وسط الأحداث العاجلة المتسارعة في بيروت والشمال الإسرائيلي، تحديدا بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفع أقصى درجات التأهب. قيادة الجبهة الداخلية تأمر بإغلاق كل المدارس في شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ. قرارات أمنية شديدة رافقت تصريحات بلغة التهديد أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متواعدا حزب الله، قائلا إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعد أنه سيفهمها. نتنياهو الذي يجدد عزمه على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم جاء حديثه على وقع حدث أمني متصاعد إثر رد الحزب على هجمات إسرائيل خلال الأيام الماضية باستهداف قاعدة رامات ديفيد ومجمعا للصناعات العسكرية ومناطق متفرقة في الشمال. وهذه هي المرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة التي يعلن فيها حزب الله استخدام صواريخ متوسطة المدى يبلغ مداها 100 كيلومتر، لكن تسريبات من نوع مختلف حصلت عليها وسائل إعلام تتحدث عن خطة إعلامية لحزب الله تهدف لتخفيف أثر الضربات القاسية التي خسر فيها رأس حربته قوة الرضوان. الأمر الذي يدفع بكلا الطرفين عبر قرارات نصر الله من جهة وأجندة التصعيد لدى نتنياهو من جهة أخرى إلى مخاوف نشوب حرب شاملة، أجندات ترهق جولات المباحثات التي يقودها الغرب من جهة والمنطقة العربية التي تدعو في كل يوم من أيام التصعيد إلى ضرورة الهدوء قبل فوات الأوان.